نحكي كل يوم عن شغلة كتير 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 الأولاد الصغار بحبوها، خاصة التينيجرز، اللي جو كارتينج. زي ما انتم شايفين، إذا دخلنا على الجوجل وشفنا جو كارتينج، راح نلاحظ انه في مكانين في اوتوا، واحد اسمه توب كارتينج والتاني اسمه كارتر كورنر اي ثينك، يا هم في واحد تالت بس بعيد في جاتينو. الاهم اثنين او اشهر اثنين اللي هو توب كارتينج، موجود في هل بس تقطع الجسر، هي العنوان تبعه وهذا مكانه. تقدر تشوف الصور والأسعار برضو في أميجا كارتينج، والثالث اللي في كندا أو ستيتسفيل. صراحة هاي الصور اللي جوا، هذا اندور توب كارتينج اندور. وهذا المحل الثاني اسمه كارتس. طبعا هذا المكان كورنر فيه شغلات كتير، بينت بول، جول، ميني جولف، كيدز كامبينج، وهون الجو كارتينج. هذا مش بالوقت، هذا باللفة، وهي البرايس تبعته. إن شاء الله تستمتعوا وكيب سيف وانبسطوا مع أولادكم. أعجبتكم القناة، بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب، لايك، كومنت وشير.